لو صرفت يومياً 15 دقيقة في تحسين ذاتك وتطويرها، فإنك في نهاية العام تكون قد استثمرت 5475 دقيقة في تطوير نفسك. لو قللت يومياً 15 دقيقة من تضييع الوقت في أمور لا فائدة منها، تكون قد أضفت لعمرك 91 ساعة نوعية من أجل أن تحقق نجاحاً عظيماً خلال السنوات القادمة. لو خصصت يومياً 15 دقيقة لتعلم لغة جديدة، أفضل من الذهاب إلى 4 دورات لغة خلال السنة. لو خصصت يومياً 15 دقيقة للقراءة المحفزة، تكون قد استثمرت 91 ساعة إضافية في برنامج قراءتك. لو تخصص يومياً 15 دقيقة للكتابة، فإنه سيكون باستطاعتك أن تكتب مقالاً كل 2 أو 3، وستحصل في نهاية العام على كتاب من تأليفك. لو خصصت يومياً 15 دقيقة للمشي السريع، تكون قد مشيت 5475 دقيقة طوال السنة، وذلك أفضل من ذهابك إلى النادي 2 يوماً في الأسبوع. الجميل في هذا القانون أنه قصير لدرجة لا يمكنك أن تتعذر بعدم وجود الوقت لتنفيذه. رب فكرة بسيطة أحدثت فرقاً عظيماً. خذ قرارك وابدأ الآن. كن مختلفاً في حياتك، وتذكر قول الله العظيم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.